لا يملك نتنياهو ولا ابن جرفير أن يمنع المسلمين من الوصول إلى الأقصى، فإن القرارات التي صدرت عنهم هي قرارات باطلة وغير مسؤولة وليس من صلاحياتهم. الأقصى أسمى من أن يخضع لقرارات الاحتلال ولا لقرارات المحاكم، ونحن نعتبر هذه التصريحات عبارة عن تصعيد، ونحمل الحكومة الإسرائيلية نتيجة ذلك، وأن الهدف البعيد لمثل هذه التصريحات هو تفريغ الأقصى من المسلمين ووضع يد اليهود على الأقصى، وهذه أطماعهم منذ سنوات، وفي كل مرة يحاولون بسط سيطرتهم على الأقصى ويفشلون. والآن يشعر النظام العنصري والنظام المتطرف الحالي يشعرون بأن الوقت موات لهم وهذه فرصتهم، فيريدون أن ينفذوا ما كانوا يحلمون به، أحلام اليقظة. فأن المتطرفين الذين كانوا ينادون في بسط أيديهم على الأقصى الآن أصبحوا هم أصحاب قرار، وهم الذين ينفذون حسب زعمهم هذه الاعتداءات وهذه الأحلام، ونحن مرة أخرى نحملهم المسؤولية عن أي توتر وعن أي مس يلحق بالمسجد الأقصى المبارك. وسيبقى الأقصى للمسلمين وحدهم، ومن حق كل مسلم أن يشد الرحال إلى الأقصى المبارك. نعم. فضيلة الشيخ، في حال استمرار الحكومة الإسرائيلية بمخططها وتنفيذ هذا القرار مع بداية شهر رمضان المبارك، كيف ستواجهونه؟ المواجهة هو أن يقوم المسلمون بشد الرحال إلى الأقصى، للتوجه إلى القدس وإلى الأقصى، وهناك فتوى شرعية، من لم يتمكن من الوصول إلى الأقصى بسبب الحواجز فإنه يصلي حيث يمنع، وأن صلاته توازي صلاة من صلى داخل الأقصى. فهذا ما نستطيع أن نعلنه من الناحية الشرعية بقول الرسول عليه السلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فكل مسلم ينبغي عليه أن يتوجه إلى القدس وإلى الأقصى ويصلي حيث يمنع إذا منع. نعم. أنا أود أن أشكرك جزيل الشكر فضيلة الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، لانضمامك معنا في هذا الصباح.